ابتدينا برحب بكل حضراتكم مرة أخرى، ولازالت الأجواء في العالمين مستمرة، الاحتفالات والعروض والمغنيين اللي موجودين، الاحتفالات اللي بتتم على مدار الأسبوع. كل أسبوع بيكون في حفلة، بيكون في نجم، بيكون في توافد كبير من يعني مش بس مصريين، كمان بيكون في توافد من دول مختلفة، كلهم بيتنافسوا عشان يحضروا هذه الفعاليات، طبعا كلها تحت شعار كامل العدد. المختلف النهاردة إن في ليلا حفلة ويجز، وطبعا ناس كتيرة جدا من جمهوره منتظرة تعرف ايه الأجواء، وإن ده كمان الأسبوع الأخير من مهرجان العالمين. فاحنا عايزين نعرف تفاصيل أكتر، وتفاصيل كمان عن حفل امبارح لعمر كمال وأبو. فمعانا هاتفيا زميلنا حسن مجدي، رئيس تحرير تلفزيون اليوم السابع، عشان ينقل لنا هناك الأجواء واللي بيكلمنا من العالمين. حسن، ازيك ومنورنا على شاشة اليوم السابع. اهلا يا ساره، واهلا بكل المتابع. وزي ما انت بتقولي يعني حفلات قويه جدا واجواء قويه جدا هنا في مدينه العالمين الجديده. خليني اقول لكم كده بريف الاول عن اللي حصل امبارح قبل ما نتكلم النهارده عن حفله بيك. يلا بينا. خليني اقول لك يا ساره ان امبارح كان يوم طويل جدا ويوم ممتع جدا جدا. كانت حفله فيها ميكس انواع موسيقى مختلفه. بدانا بابو وسلطانه كده واغاني رايقه مع البحر ومع الهواء في مدينه العالمين. وخليني اقول لك ان فعلا الناس اللي هتلحق الويك اند ده، سواء اللي موجوده هنا في العالمين او موجوده في الساحل الشمالي او لسه بتفكر انها تيجي، هتستمتع جدا لان الاسبوع ده مختلف. ان الجو حلو قوي، يعني الاسابيع اللي فاتت كان الجو حلو ولطيف وكل حاجه، لكن الاسبوع ده بقى درجات الحراره مظبوطه اكتر، الرطوبه اقل بكتير، فالحفلات مكمله والاجواء جميله والمدينه رائعه، لها الجو الاسبوع ده احلى بكتير جدا. بدأنا زي ما بقول لك بأبو، وبعد كده عمر كمال تألق بالأغاني الشعبية، وبعدين بقى دخل دبل جوكس والصواريخ قلبوا الدنيا. دبل جوكس بدأوا الحفلة وبعدين عملوا ميكس مع الصواريخ، غنوا مع بعض بقى الشباب الصواريخ، كان فيها أجواء قوية جدا. الصواريخ بقى كملوا لحد خلصوا الساعة 4 الفجر، تفصيلة وقوية جدا جدا امبارح. واعتقد يا حسن مفيش حد بيحس انه الساعة وصلت 4 الفجر، يعني مع لا لا خالص، الاحتفالات مع الاجواء محدش بيحس بالوقت. دي حقيقة دي حقيقة. لا كانت سهرة جميلة وكانت فعلا فيها مفاجآت كتير، وكان كل النجوم كمان متألقين كده زي ما بيقولوا، وحاسين ان هم بيعملوا حفلة للعمر يعني. طيب خلينا نتكلم النهارده بقى. طيب النهارده ان شاء الله عندنا ويجز. ويجز يعني هتبقى حفلة طبعا بالعيار زي ما بيقولوا. شفنا الاسبوع اللي فات كايروكي، يعني هي المهرجان عامل زي ما بيقولوا كده ملبي كل الطلبات، وجايب سوبر ستارز كل اللي كل يعني اللي هو ايه كل الاجواء وكل الاعمار بتحبهم. فشفنا حسن كان في يعني كنا بنسمع اقاويل بتقول يعني ناس مستغربه انه من اول يوم في المهرجان من يوم 13 لحد الاسبوع الاخير لسه التوافد كتير ولسه الاعداد تقريبا كومبليت في كل حفله. هو بجد في مجهود كبير جدا من المنظمين ان كل اسبوع يكون اقوى من اللي قبل. صح، شفنا فطبعا يعني محتاجين نتكلم. شفنا انغام، شفنا حكيم، وبعدين رحنا الكايروكي. هو ده بنتكلم على ويب معاهم صارفين كمان هيبقوا موجودين بكره. فاحنا بنتكلم عن احنا جايبين التوب ليفل في كل الاجواء، كل المستويات. لو بنتكلم عن الاندر جراوند، فطبعا هم التوب ليفل في الاندر جراوند النهارده. طبعا مع مصطفى الكباري ومع تارموفرز، يعني كله في التوب ليفل في الاندر جراوند. رايحين للغنى الطربي الاصيل الرائع، حد هيتسلم في انغام. رايحين للكينج محمد منير، ده بره المنافسه في كل حاجه يعني. عايز المهرجان كان قوي جدا. شعبيات رحنا لرضا البحراوي ورحنا لعمر كمال. طبعا حكيم يعني بيناسب كل الاذواق. الراب فداخلين مع ويج، فيعني هو التوب ليفل الحقيقه في كل حاجه. والفكره ده بيقول ان كمان المنظمين شايفين القماشه الواسعه للفن المصري. فمش رايحين بس للنجوم قدام او للنجوم كبار او للموسيقى الطربيه او الاندر جراوند، لا دي بوب مع الصواريخ مع دبل جوك، شوف الراب مع ويك، شوف الاندر جراوند، يعني كل انواع المزيكا وكل انواع المزيكا
في كل الناس اللي بتحبها. يعني هتلاقي زي ما قلت لك مطار اجباري، هتلاقي شرم، هتلاقي لحد كايرو فيه، فكل كل الحاجات الخاصيه. وده الحقيقه كمان يا ترى خليني اقول لك ان ده اللي احنا شايفينه من بدايه المهرجان. المهرجان معرض جدا قوي، يعني المدينه الرائعه العظيمه دي في الفن، في مصر الناعمه، دراما دراما وكان هو اللي واخد الترند طول الاسبوع اللي فات. شوف رياضه، شوف الرياضه، شوف الرياضه المصريه القدام، شوف عروض جويه طرف لمصر ودول ثانيه موجوده. وعايز اقول لك بقى كل ده النشاط الرسمي جنبه بقى اللي بيخلق حاله بنشاط غير رسمي بقى ابن الناس. يعني اول سنه قبل خيل موجود في العالمين، لاول مره سكاي دايفنج موجود في العالمين، لاول مره بتشوف سفاري موجوده في الساحل الشمالي والبابي بيبداوا يعملوا نشاط فيه. فالنشاط الرسمي خلق جنبه انشطه كثيره جدا بيقوم بيها الناس بقى، والمبادرات والشباب، المدينه كلها في حاله استعاده بسبب حقيقه المجهود اللي عملته الدوله والمهرجان اللي برجوا من المجهود ده وحطوا يستغلوا فيه فصل النعمه اللي هو يفك المدينه على خريطه المدن العالميه السياحيه في العالم. مظبوط. واحنا كل ده يا حسن بنتكلم عن النسخه الاولى، يعني احنا كمان ده يمكن فرق عندنا طموحات انها بدات بقوه، ان النسخه الثانيه كمان تكون يعني ان ما كانتش على نفس المستوى فهتكون اقوى كمان. خليني اقول لك يا ترى ان احنا مطمنين لده لسبب، لان احنا كنا كل اسبوع بنقول طب ايه اللي جاي؟ ايه اللي هيحصل؟ ما خلاص جبنا انغام، جبنا منير، لكن كل اسبوع كنا بنلاقي مفاجاه وبنلاقي اسبوع اقوى من الاسبوع اللي قبل. فده يطمننا ان اكيد اكيد ان شاء الله السنه اللي جايه لا احنا نشوف بقى نزل تاني خالص، واحنا مطمنين ان ده هيحصل كده كده، حتى لو احنا ممكن متوقعين، حتى لو احنا عندنا افكار كل حاجه، لكن احنا متاكدين وواثقين قائمين على التنظيم، لا هيكون نسخه قويه جدا ان شاء الله السنه الجايه. طبعا باذن الله. يعني طبعا انا بتمنى لك سهره سعيده واشكرك على وجودك معانا. زميلنا حسن مجدي رئيس تحرير تلفزيون اليوم السابع نورتنا. شكرا يا استاذ، شكرا لكم. طبعا بشكر كل حضراتكم على حسن المتابعة، وانتظرونا على مدار الساعة.